دكتور محمد دراج، كيف تؤثر هذه العقوبات على الاقتصاد العالمي وعلى روسيا التي تعرف ما أفضل مني أهميتها كمنتج للنفط وللنفط الخام خاصة وللغاز كذلك؟ فعلا كما قال زميلي سابقا، روسيا تتمتع بإمكانيات مهمة نظرا لإنتاجها مادتين لا غنى عنها على المستوى العالمي. فهناك مواد البترولية والغاز هي أساس لمجموعة من الدول لإنتاج الطاقة الكهربائية، ثم كذلك للتسخين للشوفاج، ثم كذلك لتنشيط الآلة الاقتصادية في مختلف هذه الدول. لا يمكن لأي دولة كيفما كان مستوى تقدمها على المستوى الاقتصادي أن تستغني على هذه المادة الأولية التي الآن تستوردها من روسيا. طيب دكتور مثلاً، هل تعتقد كما يتوقع بعض المراقبين لو قررت روسيا خفض الإنتاج هل يمكن لها أن تحدث صدمة اقتصادية؟ فعلا قامت بها خلال سنة 2021. نعم. بحيث أن روسيا قامت بإغلاق الأنبوب نظرا للسبب الذي كانت قدمته، نظرا للحاجيات الداخلية لروسيا، وهذا القرار كان له آثار سلبية على مستوى المادة التي تستوردها الاتحاد الأوروبي من روسيا، حيث هذا القرار الروسي هو قرار داخلي ولكن كان قرار داخل في إطار استراتيجية للضغط على أوروبا، لأنه خلال 21 إلى جانب العقوبات التي كانت خلال سنة 2014 بعد ضم المنطقة ديال أوكرانيا، ثم كذلك خلال سنة 2021 هذه العقوبات لم تؤثر على روسيا، العكس هو الذي وقع، بحيث أن روسيا أخذت قرارات هي شبه قرارات داخلية ولكن كانت قرار للضغط على الاتحاد الأوروبي على طريق زيادة في الأثمان المهولة لثمن الغاز. فروسيا ما زالت بين يديها هذه السلاح، سلاح البترول والغاز، ثم كذلك سلاح القمح. ناخذ القمح، هناك عدد مجموعه من الدول ديال الاتحاد الاوروبي تستورد كميات مهمه من القمح، ثم كذلك من الذره، سواء لتغذيه الانسان او لتغذيه الحيوان، وهذه المواد تقدمها روسيا. فالان روسيا تظل في موقع قوه نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنتوجين، وظهر كما كان في الماضي أنه العقوبات التي أخذت من طرف مختلف الدول لم تؤثر كثيرا على روسيا أو اقتصاد روسيا أو على الحاكمين في روسيا وعلى رأسهم الرئيس بوتين. ما زالت هناك مجموعة من الأوراق، بحيث أنه روسيا خذت مجموعة ديال القرارات لمواجهة هذه العقوبات التي تقوم بها حاليا هذه الدول. فمثلا بالنسبة إلى العمليات البنكية السيستم سويفت، فروسيا خذت على عاتقها نظام خاص بها. العمليات بالدولار، روسيا قامت بتوفير احتياط هائل من الدولار وكذلك من الذهب لمواجهة العمليات التي كانت تصرف سابقا بالدولار، بحيث أنه الآن الدولار لا يستعمل إلا بنسبة ديال 10% ديال المبيعات ديال المواد البترولية من طرف روسيا، بحيث أنه تستعمل اليوان الصيني أو كذلك مع إيران. فالآن هذا التأثير ديال روسيا أنا شخصيا أراه سيكون عنده العكس، هو الانعكاس على مستوى الأثمان على المستوى العالمي وأساسا العالم الغربي، في الوقت أنه التأثير على روسيا أو اقتصاد روسيا أو النظام السياسي ديال روسيا قد يكون هناك تأثير طفيف.